معي عبر الهاتف من بغداد العميد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة العميد. لو نفهم أكثر منك عن هذه العملية، أين أنتم الآن؟ المراحل من 7 محاور طبعا، المرحلة الأولى هي موضوع الحصار، ماذا نفهم الآن؟ إلى ما الوقت الذي رسمتموه؟ أكثر عن الخطة خاصة في بدايتها بعدما شرعتم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. اهلا وسهلا. حقيقه بعد تحقيق النصر العسكري على داعش وتحرير كافه الاراضي العراقيه، الان نحن نباشر بعمليات التطهير والتفتيش للمناطق الصحراويه التي تربط ما بين 3 محافظات التي هي صلاح الدين والانبار ونينوى باتجاه الحدود السوريه العراقيه، وايضا صحراء المثنى باتجاه الحدود مع العربيه السعوديه. وكذلك لدينا عمليات تفتيش ومداهمة في حوض الحويجة وسلسلة جبال حمرين. هذه العمليات تأتي وفق الجهد الاستخباراتي. بعد عمليات التحرير التي خاضتها قطاعاتنا، باشرنا بهذه عمليات التفتيش. الكل يعلم أن هذا التنظيم الإرهابي كان يستخدم المناطق الصحراوية والأنفاق، وكانت من أهم المناطق والملاذات الآمنة التي كان يخطط فيها ويتجمع وينطلق العمليات الإرهابية. بعد عمليات التحرير لن يكون أي مكان آمن لعصابات داعش العراقية، ما تبقى هي بعض حلول ومحاولة لإعادة تنظيمها أو إنشاء ملاذات آمنة في تلك المناطق. لهذا نحن نعمل بعمليات استباقية استطعنا من خلالها تدمير عدد من الأنفاق، وأيضا تطهير مناطق ومخلفات من عناصر التنظيم الإرهابي وقتل عدد من الإرهابيين. لهذا مثل ما أشرت، الآن عمليات مكثفة بموضوع الجهد الاستخباراتي لملاحقة ومتابعة ما تبقى من هذه الخلايا. بس معركة صحراء تبقى يعني ليست بسهلة، مش يعني أكثر من حظوظ داعش هناك، ما قوة داعش هناك وبالتالي تحضيراتكم بهذه العملية؟ لا لا، هو أولا الصحراء كبيرة وشاسعة تتخللها مناطق مفتوحة، مناطق أيضا وديان عميقة، وهي ترتبط وتصل مثل وادي حوران يصل إلى الأراضي السورية ووادي القذف وكل هذه المناطق. ما نقوم به بعد عمليات التحرير أنه لن نجعل أي مكان آمن لعناصر التنظيم الإرهابي خاصة في هذه المناطق. في السابق كان يستخدم هذا التنظيم الإرهابي هذه المناطق الصحراوية، وكانت معسكرات وكان عمليات تخطيط وتجمع، وكان ينطلق بعمليات الإرهابية باتجاه المدن، وكانت هي السبب الأساسي بعملية سقوط المدن بنكسة حزيران ب 10/6/2014. لهذا نحن لن نعطي أي مجال لهذا التنظيم الإرهابي. إضافة إلى ذلك هي عملية مسك الحدود بقوة مع سوريا، وتم تعزيزها وإدخال تكنولوجيا وأيضا تحصينات، إضافة إلى دوريات طيران الجيش وكذلك الطائرات المسيرة للمراقبة. لا ننسى أنه لا زال في الأراضي السورية شمال أو شرق نهر الفرات لا زال يتواجد داعش في منطقة الشدادي، وهو يحاول أكثر من مرة عملية تسلل أو استهداف قطاعاتنا، لكن كانت قطاعاتنا بالمرصاد إليه وتم القضاء على كل هذه المحاولات. سنظل نلاحق ما تبقى من هذه الخلايا وفلول عناصر التنظيم الإرهابي إلى أن يتم القضاء عليه بشكل تام في كل مناطق التي فيها. هل ممكن أن نذكر أرقام فيما يتعلق بالقوات المشاركة؟ طبعا نتحدث نعرف عن قوات العراقية المشتركة، طبعا أي قوات ستشارك في هذه العملية؟ أما تحدثنا عن تطور العتاد هذه المرة وعن الأعداد. يعني هي العمليات مرتبطه بالتنسيق ما بين عده قيادات، اولا قياده عمليات نينوى، ايضا قياده عمليات صلاح الدين، كذلك قياده عمليات الانبار، قياده عمليات الجزيره، اضافه الى قوات الحشد الشعبي وابناء العشائر والحشد العشائري في تلك المناطق. اضف الى ذلك لدينا مثل ما اشرت في سلسله جبال حمرين وكذلك حوض الحويجه لدينا قوات الشرطه الاتحاديه وفرقه الرد السريع وايضا قطاعات الجيش العراقي، وايضا عمليات ديالة، أيضا لدينا عمليات تجري بين فترة أخرى في مناطق بهرز ومنطقة سنسل وكل هذه المناطق ومطيبيجة وسامراء. أنا أشرت هذه المناطق الرخوة وفق الجهد الاستخباراتي، اليوم لدينا تكثيف بعمل الاستخبارات والجهد الاستخباراتي. نعم. الآن المرحلة هي مرحلة الاستخبارات، لهذا نرى أنه هذا التكثيف جاء بنتائج كبيرة، عمليات استباقية، عمليات تفتيش، عمليات مداهمة. لن نترك أي مكان يكون آمن لهذا التنظيم الإرهابي. نعم.
بس أعداد، سؤال أخير، أعداد هذه القوات جميعا المشاركة واللي ذكرتها حضرتك، وبالمقابل عن أي أعداد نتحدث تقريبا للفلول مع قادتهم طبعا المتواجدين هناك؟ لا، هي ليست يعني الاعداد الكبيره، لكن هناك عده محاور عمليات تنسيق، محاور تنطلق للجيش، للشرطه الاتحاديه، محاور لقوات الحشد الشعبي، الابناء العشائر مسنوده ايضا هي بالقطاع الجوي العراقي المتمثل بطيران الجيش. نحن نبحث عن بقايا عناصر التنظيم الارهابي. ممكن ان تكون هناك عمليه اعاده تنظيم او محاوله انشاء خلايا ناعمه في تلك المناطق، واشرت في كلامي لدينا جهد استخباراتي كبير وايضا متابعه دقيقه من قبل الاجهزه الاستخباراتيه، استطعنا من خلالها القضاء على العديد من عناصر التنظيم الارهابي والاستيلاء على معدات وايضا تدمير انفاق قديمه، نعم، وكانت محاوله من العدو ان يستخدمها مره ثانيه في تلك المناطق. أنا أشكرك من بغداد سيادة العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة.